على مائدة نجم مع محمد غازي. مستمعين ألف ألف أف أم، كما عودناكم دائما في برنامجكم على مائدة نجم، أكيد من شهر رمضان المبارك. اليوم نجمنا أكيد نجم قادم من بلاد جميلة عزيزة على قلوبنا، وكلنا يعني دائما بيننا وبينهم الجسر ممتد، وبين الدول كلها جسر عظيم بين المملكة العربية السعودية وجميع دول الخليج. ولكن هذه الدولة بحكم قربها، بحكم وجودها، بحكم الجسر اللي يمتد ما بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، قرب المسافات بين هالدولتين في أشياء كثيرة، وأكيد مع قرب هالمسافات قربت قلوبنا معاهم، مع أشقائنا في الخليج. أكيد واحد منهم اليوم ضيفنا، ولكن ضيف ليس ككل الضيوف اللي ممكن تكون عابرين سبيل في مجالس، لا، اليوم ضيفنا ضيف مائدة نجم أكيد من البحرين الشقيقة، مذيع برنامج لهم بصمة في إذاعة البحرين، الأستاذ فايز السادة. مرحبتين. مرحبا أخوي بسعود، جزاك الله بالخير، أمسي على المستمعين الكرام في إذاعتكم الموقرة، وأنا سعيد بهذه الإطلالة، وشكرا على المقدمة الجميلة. والجسر يمكن قرب المسافات، لكن القلوب الحمد لله قريبة. أكيد أكيد. أبو فيصل، خلينا نتكلم، أنت دائما متعود أنك أنت تستضيف، اليوم أنت ضيف، إيش شعورك أول شيء؟ شوف يعني أصدق أن هذه ثاني استضافة لي من خلال عملي 16 سنة. أول استضافة كانت من أيام قريبة بمناسبة أيضا الفوز بجائزة في مهرجان الخليج في برنامج لهم بصمة. شعور غريب، يعني أنت متعود تسأل، متعود تتحدث يمكن كثير، اليوم تسأل تجاوب وتنصت. أستاذ فايز السادة، خلينا نعرف عن تفاصيل يومياتك في شهر رمضان المبارك. والله شوف، أنا إنسان بيتوتي بالدرجة الأولى من العمل للبيت للميلس اللي قريب من بيتي. يعني يومي يبتدي بالعمل، نعم، ظهر راحة شوي، العصرية القاعدة في المجلس، عودة للفطور مع العيال، بعدها المجلس بس ساعة كذي تقريبا، بعد صلاة العشاء والتراويح، نعم، وبعدها بس البيت. احنا نظام شياب الأول، يعني بيتك بيتك. طبعا اللي ما يعرفون السادة مستمعين، أكيد أن فايز دعابي جدا، ومن الناس اللي قلبهم يعني مرح ومقرب من جميع أصدقاء بشكل يعني له، يعني فعلا هو له بصمة في حياة الشخص. يعني وانت صديق عزيز يا أخوي، يعني بأمانة خليني أقول لكم أنه يعني طلع في مرة من المرات هاشتاج اسمه وريني ابتسامتك، وهذا شيء جميل. لا تنسون ابتسامتكم، لا تنسون ابتسامتكم. تفاعل وصل إلى أي مدى فايز؟ التفاعل كان كبير لدرجة أنه وصل لكل الخليج، لمسؤولين في الدولة أيضا، مسؤولين كبار شاركوني في هذه الحملة. هذه الحملة جات فكرتها كذي بمخي، طلعت مرة واحدة، نعم، لقيت البعض أنه وايد ناس شايلين هم، وايد ناس شايلين هم الدنيا، لدرجة أنه يومهم مو بيومهم بل أيامهم كلها حزن وضيق. صحيح، في حياتنا في عقبات كثيرة، في تحديات كثيرة، في مطبات كثيرة، لكن تبقى الحياة حلوة. عيش هذا اليوم، ترى الصبح بمر، العصر بمر، المغرب بمر، وبتأرجل وبتقعد ثاني يوم الصبح، ليش تقعد حزين؟ ابتسم واستانس. صحيح أبو فيصل، كان هدفه الابتسامة. أبو فيصل، أنت تدري أنه أنا واحد من الناس اللي لما كنت أشوف الصور اللي ترسلها دائما كانت يعني فعلا أكون بعض الأحيان ممكن منشغل في شغلة أو شيء، بس مجرد أني أشوف الصور أبدأ أبتسم معها. حبيبي نشارك فيها، أعتقد شاركت فيها أنا، ابتسامتك حلوة يعني، وأفديت عمرك. أبو فيصل خلينا مثل ما أنت تزرع الابتسامة، خلينا أيضا للسادة المستمعين، إيش تقدر توجه لهم مثلا رسالة من خلال مائدة نجم في شهر رمضان المبارك؟ في بعض الناس تكون متنشنة كذا مع الصيام، مع ها أنت عارف. حلو هي. حلو سؤالك، حلو ومهم. شوف، أنا دائما عندي مبدأ وقاعدة في حياتي، إن الإنسان يقدر يتغير، ورمضان فرصة للتغيير، للتغيير للأفضل طبعا نقصد. نعم.
ما حد بيجي كان أبو سعود بيعطيك السعادة على 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 طبق من ذهب يقول لك تفضل هذه بناية باسمك هذه سيارة لك هذه مبلغ من المال. لا، أنت لازم تخلق السعادة لنفسك أيا كانت، عاد سعادتك في مال أو سعادة معنوية، أيا كانت السعادة بالنسبة لك أنت لازم تخلقها بنفسك. تبتدي الفكرة، تبتدي فكرة هني في 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 العقل، تطلعها تشتغل عليها تحط هدف توصل توصل للسعادة. لذلك رمضان رمضان فرصة لأن احنا نتغير في أمور كثيرة. الإنسان العصبي جدا ممكن يخف من حدة العصبية وممكن ينهيها لأن هذه أمور مكتسبة ترى. نعم. ممكن ننهيها، فرمضان فرصة استغلوا هذه الفرصة. أكيد هي نصيحة مقدمة من فايز السادة، وأنا أقول لكم يا جماعة هالرجل يصنع فعلا الابتسامة، يصنع السعادة على من يطل عليه، وهذا يعني أكيد حتى زملائه يعني ممكن لو تشوفونه على الانستغرام على المواقع التواصل الاجتماعي حتلقوا ناس كثير بتتكلم عن الرجل هذا بشكل إيجابي. والله ما أمدح عشان هو معاي في البرنامج، يطول عمرك، هذه من ذوقك وطيب راسك يا أبو سعود، وانت يعني أخ عزيز وأبوك خلاف طبعا ضيوفك، تعلمنا منك كثير خلاف طبعا ضيوفك من خلال برنامجك أكيد في إذاعة البحرين. احنا أكيد يعني من ضمن طبعا احترام جميع الإذاعات طبعا لبعض والتقارب ما بيننا وبينهم أكيد استضافتنا للأستاذ فايز السادة مستمرة معانا. ولكن فايز خلينا ناخذ طبقك اليومي وبعد كده نروح على فاصل. طبق اليومي طبعا السريد بدون شك. ليش؟ الثريد. الثريد. إيه الثريد هذا الطبق المفضل عندي في في رمضان. عبارة عن إيش؟ وما يكون بخبز الرقاق، يكون بخبز الخباز. الله الله أعطي الخبز الخباز. ما أدري إيش يسمونه الثريد. إيه. الثريد معروف يعني. إيه. خبز مع صالونة. مضبوط. إحنا نوضح للسادة المستمعين أكيد هذا الشيء. إيه. فهذا الطبق المفضل بل الطبق الوحيد يعني في رمضان يمكن نفتك شوي من دعيوش اللي طايحين فيه احنا في ايام الفطر يكون بس فقط الثريد. فايز اكيد باقي معك لتكملة الحديث، ولكن خلينا نروح فاصل ونرجع على مائدة نجم من جديد. على مائدة نجم مع محمد غازي. عدنا لكم من جديد على مائدة نجم، وأكيد على مائدتنا الليلة يعني أطباق كثيرة جمعتنا مع فايز السادة وفي حديث شيق، ولكن مو مخلينا يروح، قلنا له لازم عاد تضبط كذا المرقوق والشغل الزين حق أهل البحرين وثريد اللي توه قبل شوي قالنا عليه. قال أبشروا والله طابت وجبنا لكم إياه. فايز مرحبتين. حاضر، ونجيب لكم الحلوة البحرينية والمتاي بعد. الله 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 الله. في واحد قدامي هنا قال أوه هذا الشغل الخطير. إيه الحلوة البحرينية هذه سر من أسرار البحرين. طبعا زميلنا العزيز القدير أيضا أستاذ خالد عبد المنان اللي متواجد معانا من خلال الحلقة أكيد ومشرف على كل البرامج. مرحبتين أستاذ فايز، ونرجع في حديثنا. شهر رمضان المبارك، إيش تفاصيل الأوقات اللي تقضيها مثلا في يومك من خلال رمضان؟ شوف طبعا في رمضان عادة يكون عندي سهرة رمضانية في أيوه. إذاعة أيوه. ويكون عندي برنامج أسبوعي في التلفزيون. حلو. فأقضي الليل تقريبا في التصوير، لأن غالبا التلفزيون تسجيلي مو مباشر ولكن الإذاعة مباشرة. نعم. فغالبا أقضي الليل في التحضير، أما في التحضير أما في التصوير. نعم. لأن يكون برنامجي أنا في رمضان عندنا مجالسنا. مجالسنا مختصة أن احنا نزور مجالس البحرين، يكون حلقتين في الأسبوع. فيكون وقتي مشغول بالتحضير لهذا البرنامج وتصوير هذا البرنامج بالإضافة للبرنامج الإذاعي المباشر. إذا ما كان عندي برنامج طبعا بعد ربعك لهم حق، يعني لازم نمر على ربعنا وتخبر بعد بدو عندنا يمنا جيراننا فيشرهون، خبر بعد زعلة البدو شئنا ما نقدر، لازم نمر عليكم، يلزموك حقوق على طول. ايه وكلهم عاد يسامحوني، كلهم ربعي يشجعون النصر ترى. ما شاء الله ما شاء الله. النصراوية واجد عندكم، انت واحد من النصراوية ابو فيصل، انت نصراوي. والله انا اميل للنصر بحكم ان انا احب يحيى الشهري. يحيى الشهري يعني هذا اللاعب وايد من اللاعبين المعجب فيهم، انت وايد اللاعبين المفضلين عندي. يعني انا تخيل لما يذكرون مارادونا وبيليه
لاعبين كبار، لكن أنا اللي أميل للي عندي هو أسطورة ونجم فعلا زين الدين زيدان. يعني كنت متابع لهذا اللاعب من فريق لفريق. موسيقى في قدم. أوه عزف عزف. طيب خلينا نقول أوقاتكم في البحرين كيف تكون؟ في ألعاب معينة مثلا كنتوا وانتوا صغار تقضونها كذا في شهر رمضان المبارك؟ الله تعطينا هالذكريات الحلوة. الله رمضان في البحرين مر، لأن أنا بحريني بقول رمضان غير أكيد، بس احنا ودنا نعيش الأجواء هذه في كل مكان. كل يوم راح نتنقل في مكان مع المستمعين. رمضان في البحرين يعني حياة غير. إذا ذكرت الأول وغالبا عاداتنا وتقاليدنا المرتبطة برمضان تكاد تكون اختفت بسبب العمران. يعني كان قبل في فطورك 100 وجبة من 100 بيت جيرانك. هذه ما عاد الحين نشوفها. إذا سيروا عليك جيرانك بصحن زين والله فقدتوها كذلك. ترى على فكرة يعني معظم الدول الآن بدأوا يشتكوا من هذه الأشياء، أنه العمران يمكن الاجتماع اجتماعيات العمران الفرجان الأول مو موجودة الآن، شوارع حديثة ومنفصلة، البيوت بعيد عن بعض، ممكن لها تأثير. لكن كانت في متعة لما يطرشون وإحنا صغار بيت أم أحمد، بيت منيرة، هذه الهريش حق ذي، المضروبة حق ذي، الهريش حق ذي. وقابل طبعا ترد بعدين الوالدة تجمع الصحون، ولازم حنا الأظافر منقوش تحت إشارة على الصحن عشان ما يضيع، لأن النسوان معينهم أهم. كانت حتى كانت الألعاب في رمضان كانت غير، وكانت حركية أكثر، حركية ذهنية، مو مثل الآن البلاي ستيشن يكاد يكون دمر عقول كثير من الأطفال. صحيح صحيح. يعني كانت عندنا لعبة ما أدري ايش يسمونها انت او احنا، لا سميها باسم 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 عندكم في البحرين، خلينا نعرف اسمها. نسميها صعقير. صعقير ايش؟ اي طبعا في رمضان لازم هلك يبون لك الليت. الليت الليت ذي تمشي به وين ما تروح. ليش الحكمه ما ادري، مع انها تصير من النوره يعني والله. اي وانا الحين بعد في رمضان لازم اخذ حق عيالي يعني. اي بحسن بذات الاحساس. فكانت اللعبه ان مجموعه تطلع تنخش في الفرجان بليتات، ومجموعة ثانية يعني تدورها عشان تصيدها. ما أدري شنو كانت المتعة في هذه، بس كلنا نستمع. كلام جميل. أي حتى يعني مسألة يمكن بعد انقطعت هذه، كان في رمضان قبل ما تمر في رجلة تشوف خيمة حطوها في رمضان. يعني كل مجموعة سكنين تشوف خيمة الناس متجمعة. الآن خبرك البلدية وممنوع، وما تحطهم مني ما تحطهم مني، لكن يمكن بعض المجالس قايمة بدورها في رمضان، ومهم وجود المجالس سواء في رمضان أو غيرها. نعم نعم. مين أقرب الناس لك اللي دائما تحاول أنك أنت تتقرب منهم في هالفترات؟ صديق لك مقرب طبعا. أنا ما أعرف أصدقائك ما شاء الله كثير يعني، حتعدد أسماء كثير الله يعينك. شوف يعني أنا عندي أصدقاء الحمد لله رب العالمين بفضله ونعمته. بي آر عندك عالي المستوى. أنا أشوف كذا. لكن عندي صديق يعني من تزوجت تقريبا من 6-7 سنوات، ما شاء الله، وما نقول تقاطعنا لكن كنا نشغل في طريقة. عندي الفنان صديقي الحبيب يوسف وهلو. يعني كنا في فترة ماضية دائما نوجه له التحية أكيد. على مائدة نجم. يعني لدرجة أن إذا يروحون مكان ويشوفوني بروحي يقولون لي وين المدام من كثر ما إحنا دائما مع بعض. ففي رمضان نحاول أن نطلع معاه يعني بعد لحق يعني صديق. نعم. في ناس زعلان معها فايز السادة، يحب يوجه لهم رسالة من خلال البرنامج. والله في يعني أنا في النهاية يعني إنسان، ممكن أفرح ممكن أحزن ممكن أزعل ممكن أعصب ممكن أضحك. نعم. في اللي للأسف يعني ناس عزيزين علي جدا فجأة اختفوا. نعم. واختفوا بخطأ في حقي يعني. ما زلت يعني هم اللي كانوا مخطئين على فايز، أذكر أيامهم، لكن أقول لهم ترى الدنيا ما تسوى، الدنيا ما تسوى. يعني بعد ساعات عزة نفس الإنسان ما تسمح له إنه هو يبدأ، خصوصا إذا كانوا يعني مخطئين في حقه وخطأ كبير. عرفت؟ لكن
متى ما يو سامحه وانا مسامح يعني اقول لهم الدنيا ما تسوى ترى. طب واذا كان في هالشهر الفضيل مثلا انت قدمت انك انت اللي تسامح، هل ممكن تروح لهم فايز وتحاول تتعاتب معاهم؟ شوف اذا كان يعني انا ما دام سالتني السؤال والحديث عن ناس في بالي معينين، نعم، لكن اذا كان خطا عادي وخطا عابر سواء انا غلطان في حقهم او هم غلطانين في حقي بابادر. نعم. لكن اذا كان خطا كبير يعني شوي يمس الكرامه ما اعتقد، اذا جاوني بسامح لكن ما اعتقد ابادر عشان انا مو مثالي يعني ما اطلع لك بمثاليه بعد اي وبروح وبسوي لا لا لا. نعم. تبقى ذي الفطره موجوده. أكيد أكيد فايز السادة، إحنا في شهر فضيل وأيام جميلة وفي نفس الوقت يعني لقاء كان أجمل أيضا مع المذيع في برنامج لهم بصمة في إذاعة البحرين، واحد من أميز المقدمين البرامج في إذاعة البحرين. طول عمرك يا أبو سعود، أنا سعيد جدا بهذه الاستضافة في إذاعتكم الموقرة، سعيد جدا بلقاء أهلي وأحبابي أهل السعودية، والله ما نقولها بس عشان في إذاعة طالع بقول بالكلام، لا لا أنا بحريني عروجي سعودي، أنا والدتي من دارين، دل دارين أبو سعود؟ أي نعم، دارين جزيرة صغيرة في الشرقية ما شاء الله. فريحة خوالي، وحنا على ما يقولوا يد واحدة ولحمة واحدة إن شاء الله بإذن الله، وجعلنا إن شاء الله ما نفترق جميعا في أهل الخليج، أهل البيت واحد. أكيد. الله يوفقك يا أبو سعود، أنت إنسان مميز أخلاقا، مميز في عملك، صوتك جميل ترى ممكن تغني. هذه نطلع لها فكرة ثانية بعدين أنا وياك لازم أفويصل. يعطيك العافية، يبارك فيك، وشكرا كل الأخوان خلف الكواليس، شكرا يطول لي بعمرك، احنا اللي شاكرين لك هالاستضافة أكيد ووجودك معنا. شكرا فايز السادة مذيع برنامج لهم بصمة في إذاعة البحرين، ابقوا معنا أيضا إن شاء الله بإذن الله حيكون لنا لقاءات أخرى مع نجوم آخرين على مائدة نجم.